اي طابق على اسمه يمر رصيفي استاذ عادل يسرى. رحم الله والدك. يعني اصلا انت مثقف وعندك درايه ومعرفه بالقوانين المروريه. نعم. يعني سايد اليسرى ما يصير واحد يطبق. ماكو مكان هذا الشارع، ماكو مكان. يعني احنا جايين نتريق هنا، وين نتريق؟ اوكي زين، هذا مو مبرر لك انه انت عم تتريق انه تخالف. زين هسه بالعقل ايش قد غرامه هذه المخالفه؟ 50000. 50000. سؤالي طبق القانون لو طبعا احنا كل مره همين ودينا شو اسمه دفعنا غرامه همين كنا طابقين بمكان. نعم. بشارع عام همين. نعم. وهم دفعنا مخالفه. نعم. اجازتك وسنويتك؟ ثانويه هذه. اجازتك؟ اجازه هذاك صاحبي. وين اجازتك؟ هو ذاك صاحبي، هو صاحب السياره نفسه. هو صاحب هسه انت انا لا ما عندي اجازه. ما عندك اجازه. منو صعد السياره؟ هو. لا انتظر، انا هسه حاليا بدي اطلعها من هنا. بس رحم الله والديك انت بدي اطلعها. احنا كقانون هو قبالنا، بس احنا قانوني هو يقود المركبه. انت يعني انا طالب منك اجازه. انت طالب. وين اجازتك؟ فيما يخص هذه المخالفه سوى ما عنده اجازه، ركن في المسار الايسر من الشارع، وهذا من المخالفات المفروض تعلم. يعني مبدئيا هسه هو عنده ثلاث مخالفات ترى. نعم. اول شيء الركنة على السايد اليسار. نعم. حزام مالي بس انه هو قال انا بدي اطلع السياره. نعم. ما لابس حزام. نعم. واحنا قايلين احنا ويا السويتش اللي بس الحزام. نعم. ثلاثه اجازه ماكو، وده تدعي انه المركبه لصاحبك. نعم. زين انا لما شفتك انت ده تسوق لصاحبك. نعم. كان سائل صاحبك. فثلاث مخالفات عندك اخوي العزيز. اخوان احنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه بين سائقي المركبات، لكن هذا ما يمنع الشخص يكون عنده التزام معرفة بالقانون على مود يحمي نفسه وما يعرض نفسه للمخالفة. الأخ ذكر أنه في مخالفة سابقة، يعني يعرف أنه هذه مخالفة، فإحنا نتمنى منكم التعاون عم تجنب نفسك المخالفة والغرامة. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة. نصيحتك إلى نفسك وإلى ساقي المركبات بسرعة. نصيحة أنه يلتزمون بالقانون ويتجنبون هاي المخالفات.